وزارة الدفاع الوطني تقدم دليل اتهاماتها لحركة الماك. هذا الدليل راهو على صفحة الفيسبوك تاعها، وهاوليك صورة خديناه نقراو. مقطع من اعترافات عضو حركة الماك الانفصالية التي تكشف عن مخطط إجرامي لزعزعة استقرار البلاد وأمنها. هنا واش تغير؟ ملي كانوا حاطين في الأول حركة الماك الإرهابية، ولاو غيروا وردوها الانفصالية. الدليل هذا دليل على أنه حركة الماك ماهيش إرهابية، والدليل دليل ثاني على أنه أبو دحدح الماكيست يكذب، لأنه حركة انفصالية ماهيش بالضرورة إرهابية. وبالتالي هذاك السلاح اللي قالك كان يمشي في الطريق يشريه ونسيب يشري، هذاك ماشي للماك، لأن الماك ما كانش يخطط لعمليات إرهابية. شفتو كي سبورتيف الجينيرو تاع الجزائر؟ ها لا، نحاو إرهابية انفصالية سيباراتيست، كيما لي باش سون دي سيباراتيست، لي كاتالون سون دي سيباراتيست، لي كورس سون سيباراتيست، كاين بارتو في النور ديتالي، في كل جهة كان موفمون سيباراتيست ينشطو سياسيين. بون سوف كو في الدول الأخرى هاذيك ما يتناقشوش الناس، يتناقشوا معاهم ويتحاوروا معاهم، بينما في الجزائر لا، نشيطنو ونسبو ونشتمو ما نعرفوش نناقشو، لأنو احنا عايشين تحت سيطرة عصابة تاع أميين تاع جهلاء. دونك وزارة الدفاع مرة أخرى تكذب نفسها بنفسها، تعطي الدليل على أنها تكذب، كيما كذبت على جنرال توفيق وبشير طرطاق وخالد نزار ديالهم وسعيد بوتفليقة، اللي تهمتهم بالتآمر ضد النظام ومحاولة انقلاب وكذا ومنا، وحكمت عليهم ب15 سنة حبس ونزار 20، وزادت من بعدك أكدت الحكم في الاستئناف، ومن بعد في الطعن طلعت تكذب. طلعت تكذب غير جبارة، أخر ما كانش من هاد التهم هادو. شفتو كيفاش وزارة الإذاعة الدفاع كذابة؟ ما يلزمش تدير السياسة في وزارة الدفاع، السياسة كلها كذب وتبلعيط يا محايدك. السياسة كذب وتبلعيط، والجيش ماهوش تاع كذب وتبلعيط، يطيح قدرو هاد باك. وعلى هذا طاح قدر الجيش من خلال جنرالات، لما عاد الشعب يخرج في الشارع ويعيط لي جينيرو على بوبال، يا لي جينيرو انتوما الارهاب، 17 يوم والشباب راهم في اضراب. يعني منين داك قايد صالح شبعوه غنى، طاح قدر الجيش. وعلاش؟ لانه اميين عندهم رونجيرس في دماغهم، حبوا يجي يديروا السياسة ويفرضوا سياستهم على الشعب الجزائري، وهذا السياسة اللي أفلست الجزائر. شفتوا كيفاش؟ هاي اليوم تعطينا دليل على أن اتهاماتها بالإرهاب لحركة الماك اتهامات كاذبة، ومشات هي وصلحت وحس وبدلت كلمة إرهاب بالانفصال، الإرهابية انفصالية، انفصالية ما تعنيش إرهابية. وبالتالي هذاك السلاح اللي تكلموا عليه وجابوا الراوة وكذا، وهذوك 8 ما كاش منهم، بشكل اليوم ما زادش حضروا عليهم، ما زادش بانوا. وهذاك أبو دحدح الماكيست ما تكلمش عليهم، ما قالش فلان وفلان وفلان جاوني وكذا. شفتوا كيفاش؟ حبل الكذب قصير، وخاصة لما يجي من ناس أغبياء. على الأقل
ديروا مجهود، ديروا مجهود باش كي تكذبوا تكون كذبه تشد ايامات، ماشي في 48 ساعه تتغير الكذبه هذه.